لتسليط الضوء على جريمة استهداف الاحتلال الصهيوني وسائل الإعلام في قطاع غزة، ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك من غزة الصحفي والإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح. أستاذ وائل، مرحبا بكم. يعني لو عدنا إلى الوراء في التسلسل الزمني، في عام 2003 فعل الأمريكيون نفس الفعلة، تتشابه الأفعال بأن قصفوا عددا من وسائل الإعلام من بينهم قناة الجزيرة في العراق، استشهد حينها الزميل طارق أيوب. لكن السؤال المطروح هنا أستاذ وائل، لماذا يحرص الاحتلال في كل مكان على أن يسكت صوت الرأي العام وناقلي الحقيقة؟ ما الهدف من وراء ذلك؟ أولا مساء الخير لكم وللمشاهدين. وفي هذه القضية، هذه سياسة قديمة جديدة كما ذكرت. نعم. ليس فقط الاحتلال الإسرائيلي، وإنما أي احتلال يريد أن تكون المشهد يخلو له من أجل فعل كل سياساته العدوانية والاعتداءات بدون رقيب ولا حسيب وبدون ذكر وبدون أن تفضح هذه الممارسات وهذه الاعتداءات على الملأ وأمام الرأي العام. وبالتالي قد يكون جيش الاحتلال الإسرائيلي انزعج من تغطية قناة الجزيرة ووسائل الإعلام المختلفة حقيقة. نعم. في هذه موجة التصعيد أو الحرب التي يشنها على قطاع غزة، وبالتالي انتقم من بهذه الطريقة بتدمير الأبراج، بدأ في برج هنادي ومن ثم برج الجوهرة وأيضا برج الشروق إلى أن وصل إلى برج الجلاء الذي يتضمن مقر شبكة الجزيرة والاي بي الأمريكية أيضا، وعدد من المكاتب الصحفية المحلية والعربية والإذاعية أيضا. وعليه هذا ديدا، وهذه سياسة ليست جديدة، لكن الثابت الوحيد الذي نعرفه ونقتنع به بأن هذه السياسة لن تؤتي ثمارها ولن تؤتي أكلها. ويعني سابقا استهدفت أبراج من هذا النوع وتم تدمير مكاتب صحفية في قطاع غزة، استشهد صحفيون من قطاع غزة وجرح آخرون وأيضا اعتقل آخرون. وكما تعلمون يعني لا يوجد حرية حركة لدى الصحفيين أيضا في الأراضي الفلسطينية. ومع ذلك مسيرة الإعلام والإعلاميين ظلت مستمرة، وهذه الرسالة الإعلامية أيضا حملت على الأكتاف من قبل الصحفيين الفلسطينيين باعتبارها أولا مهمة إنسانية، ثانيا مهمة وطنية، وأيضا هي مهمة محمية بالقانون الدولي، وهذا شيء مهم. لكن الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على القانون الدولي أو يضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي ولا يأبه بمثل هذه الأمور نهائيا. أستاذ وائل، يعني موضوع نقل الرسالة الإعلامية، لكن هل تعتقد أن بقصف مكتب الجزيرة في قطاع غزة، هل تعتقد أن هذه الجرائم الصهيونية ضد الإعلاميين هل ستمنع نقل الحقيقة؟ أعتقد أن هذا الأمر يعني ترد عليه، أو هذا التساؤل ترد عليه التجربة. نعم. كما قلت يعني عشرات المكاتب الصحفية استهدفت قبل ذلك. صحيح أن هذا التدمير لم يسبق له مثيل، أن تدمر قوات الاحتلال الإسرائيلي برجا أو بناية سكنية شاهقة الارتفاع على هذا النحو وبهذه الشدة وبهذه العنف وبهذا العنف أيضا. لكن بالتأكيد الاستهدافات ليست جديدة، وكما قلنا هي سياسة قديمة جديدة. ولكن حتى الآن هل توقفت مسيرة الإعلام والإعلاميين في قطاع غزة؟ على العكس، كلما كان هناك استهداف، في الاستهدافات التي تليها يكون دور الصحفيين بشكل أفضل وبشكل أجمل، وربما تواكب يعني الأحداث بطريقة لم يتوقعها لا الصحف ولا حتى قوات الاحتلال الإسرائيلي. طيب. لو قارنا أداء الصحفيين في الحرب الأولى والحرب الثانية وآخر حرب، حرب عام 2014، هناك فروق جوهرية ونوعية. وفي هذه الموجة كان واضح الأداء الإعلامي وتميزه وتألقه،
وبالتالي ربما هذا كما قلنا أزعج الاحتلال الإسرائيلي. الإعلاميون الفلسطينيون بغض النظر عما يمكن أن يقال، لكنهم يقوموا بواجبهم المهني الموضوعي. ونريد أن نؤكد هنا أمام العالم كله بأن يعني ربما الأحداث والتطورات في قطاع غزة يراها العالم لايف مباشرة على الهواء، دون انقطاع، دون مونتاج، دون تغيير، دون تحريف، دون تزوير، وبالتالي الصورة لا تكذب ولا تزور ولا تهول ولا تهون أيضا، والكلمات هي تواكب ما يحدث. وبالتالي أعتقد أن الصورة يعني ستستمر، والصوت لن يكتم ولن يخنق، وسوف يبقى يعني مواكبا لهذه التطورات مهما كانت كل هذه الأحداث. أستاذ وائل، مواقع التواصل الاجتماعي أيضا قامت بدور فعال ومباشر في نقل الأحداث التي تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. موضوع قصف برج الجلاء اليوم يبدو أنه كشف الهدف من قصف الأبراج لما لها من أهمية في تقديم خدمة الإنترنت عبر الشبكات المقامة على هذه الأبراج، لكن أنت في قطاع غزة، هل تأثرت خدمة الإنترنت في قطاع غزة من جراء هذا القصف أستاذ وائل؟ هو حقيقة لا، يعني هناك بعض التأثير لكن ليس تأثيرا حاسما أو جذريا، لأنه بالتأكيد هناك ربما يوجد بدائل، وهناك التأثير لا يقتصر فقط على عمليات التدمير، لكن هناك يعني قضية أزمة الكهرباء التي تعمقت خلال القصف الإسرائيلي لعدد من الخطوط المغذية لقطاع غزة، وتوقف بعض المولد في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، هذا أثر على الخدمة، لكن لا يمكننا أن ننفي أن هذا التدمير الممنهج لأعلى أربع بنايات في مدينة غزة أنه لا يؤثر، أثر بالتأكيد، لكن كما قلت ليس تأثيرا كاملا، لم تتوقف هذه الخدمات واستمرت، وبالتأكيد هناك عراقيل، هناك هذا تماما كما هو الحال بالنسبة لأداء الصحفيين الذين كانت مكاتبهم في هذه البنايات. هناك تحديات جديدة وهناك عراقيل جديدة، أكيد هذا الكلام، هناك مشاكل لابد من حلها ومواجهتها، لكن المسيرة سوف تستمر والرسالة أيضا سوف تستمر، الصورة سوف تنقل، وأيضا الكلمة سوف تعلو. أستاذ وائل، أخيرا، وسائل الإعلام التي قصفت في برج الجلاء وأنت تتحدث عن مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة، هل سيتم مقايضة أم ستقاضون الاحتلال أستاذ وائل؟ بالتأكيد هذه أمور تعود لإدارة شبكة الجزيرة وليس لنا كمكتب محلي هنا في قطاع غزة. نحن من واجبنا أن نقوم بالواجب والعبء المهني هنا، ولكن تعلمون أن لكل شبكة أو محطة سياسة محددة وفيها إدارة مركزية هي التي تتولى هذه الأمور، لكن مؤكد بأن شبكة الجزيرة ممثلة بإدارتها ومجلس إدارتها أيضا قاموا بأدوار مهمة جدا حتى قبل عملية القصف، وتواصلوا ربما مع جهات عديدة دولية، وربما يعني أثمرت على شكل بيانات وتعاطف وما شابه ذلك، لكن حقيقة يعني الأمر يحتاج إلى توجه عام يعني من كل الجهات المعنية، المؤسسات الصحفية والاتحادات الصحفية والإعلامية على مستوى العالم، المؤسسات والجمعيات الحقوقية والإنسانية لابد لها أن تقوم بواجبها الحقيقي وبشكل فعال وجدي تجاه هذه الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية، حتى يتم لجم هذا الاحتلال عن مثل هذا هكذا يعني ممارسات. من غزة الصحفي والإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، شكرا جزيلا لكم.